السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وعواشر مباركة ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله. وتنطلب منكم أخوتي مشاهدة الفيديو إلى الآخر لأنه جد 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 مهم، لأنه تهمكم وتهم المستقبل كذلك ديال الأبناء ديالكم. وما تبخلوش علينا بواحد لايك وبواحد اشتراك بالنسبة للناس اللي ما مشاركينش معنا في القناة. الفيديو هذا ما موجهش للجميع، الفيديو موجه فقط الناس اللي تتهمهم الامور ديال الاخره ديالهم، ماشي فقط غير الامور الدنيويه ديالهم. والدين ديالنا دين ديال الاعتدال، وما تختلف حتى شي واحد على ان الغرب يمتلك من الامكانيات الهائله في جميع المجالات كما تعرفوا، لا الطبيه ولا العلميه ولا في جميع المجالات، يعني تفوتوا البلدان ديالنا بلدان العالم الثالث يعني بملايين السنين في المجالات. لكن من المقابل تلقاو الرصيد ديالو في مجال الاخلاق صفر، الى ما خفش نقول يعني تحت من الصفر، سيرتو في مجال ديال التربيه الجنسيه ديال الاطفال. وكما قلت لكم يعني المهاجرين اللي تيجيو هنا الغرب بطبيعه الحال عندهم ابناء ديالهم وهما مسؤولين على التربيه ديال الابناء ديالهم، لذلك تنظر ان العديد يعني تعرف هذه المسائل هذه، تعرف حجم ديال الخطوره ديال هذه المساله هذه ديال الاخلاق. ومش بعيد يعني ان العديد راودته الفكره انه يرجع للبلد ديالو برغم التحديات اللي موجوده يعني في للعيش في البلد، خصوصا الانسان ملي تيجي للغرب وتيشوف يعني التطور اللي كاين، يعني العديد تيقولوا مستحيل واش غادي نقدر نرجع نعيش في البلد ديالي، يعني البلد ديالي ما منظماش بالشكل اللي منظمه به يعني اوروبا في بعض المجالات كما قلت لكم واللي ذكرت لكم دابا. لكن كما قلت لكم يعني كاين تخوف على المستقبل ديال الابناء ديالنا اللي غادي يكبروا هنايا مثلا في هذا الغرب. تكلمت غير على هذه المساله هذه ديال الاخلاق بلا ما نتكلم على المساله ديال العنصريه اللي كثرت بواحد الشكل رهيب. انا هادشي بعدا اللي تنشوفوه هنايا في ايطاليا، يعني العنصريه كثرت بزاف بزاف سيرتو في هذه العشر سنوات الاخيره. كما قلت لكم يعني الانسان ما خصوش يشوف فقط يعني غير المسائل الماديه، ولكن يشوف حتى المسائل الروحيه كذلك والمسائل الاخلاقيه كذلك. وما غاديش نطول عليكم وغادي نخليكم مع هذه الرساله ديال هذه الاخت المسلمه من امريكا تتوجه في تحدي للرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم، صح فطوركم صح سحوركم، تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. مشاركتي اليوم بإذن الله تعالى آخر مشاركة، وستكون عبارة عن تحدي. أتحدى بالأخص فئة معينة من الرجال الذين يترددون بالقرار، أو أنهم بعد يظنون أن تربية الأبناء بالغرب ممكنة بل ويزكون ذلك. فالمسألة في نظري ليست في عدد السنوات التي يقضيها الناس بالغرب لاكتشاف وجهها الآخر، بل المسألة مسألة بصيرة. فللأسف هناك من لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يرى. والمشكلة الكبرى هو أن هذه الفئة من الناس تؤثر أكثر من الناس الذين يحاولون توعية إخواننا المقبلين على الهجرة إلى هذه البلدان، لأنهم يزرعون فيهم بذرة الأمل. والحقيقة أن تربية الأبناء على النمط الإسلامي السليم والتوحيد مستحيل، نقطة إلى السطر. في مجتمعاتنا المسلمة أصبح الأمر تحدي بالنسبة للآباء، فما بالكم ببلدان قوانينها تحاربك كشخص وتحاربك كأب وأم. فشخصيا أحملكم مسؤولية تضليلهم ومسؤولية ظلم أبنائكم من أجل تحقيق رغباتكم أنتم قبل غيركم بالعيش في جنة الدجال. فيمكنني تفهم شخص يعيش بالبلدان العربية ببلدان مضطربة ولم يكتشف العيش بالغرب فيزكيها، ولكن لا يمكنني أن أتفهم شخصا عاش بالغرب وعرفها حق معرفة وما زال يجاملهم. فسأخص الرجال بهذا التحدي لأن قرار الرحيل من بلدان الغرب بيدهم هم. فالتحدي سيكون بالتطلع على الروابط الخاصة التي سأحاول أن
أرسلها لأخينا مصطفى جزاه الله عنا كل خير، أو يمكنكم البحث في جوجل أو في يوتيوب عن المدعو بألفريد كينزي الذي يعتبر الأب المؤسس للتربية الجنسية بالمدارس الغربية بصفة عامة والمدارس الأمريكية بصفة خاصة. فأنا أتحداك أيها الأب، أتحداك بعدم تغيير قرارك بالرحيل أو بما يخص الحياة بالغرب وتربية الأبناء بالغرب بصفة خاصة بعد اطلاعك على هذه الموارد، بعد معرفتك لكل الحقيقة. بصفة مختصرة جدا، كينزي منحرف جنسيا بل شيطان، كان يقوم بتجارب إجرامية جنسية على الرضع. كان ممول من طرف روكفيلر، والذي يعرف هذا الاسم يعرف من يقف وراء هذه المنظومة. وكل تجاربه والنظريات التي استخلصها من خلال إجرامه كقوله أن الأطفال جنسيون بنسبة 100% منذ ولادتهم، كلها تطبق في المدارس وتقدم كوجبات للأطفال صباحا ومساء لغسل دماغهم ولتكوين الجيش الذي سيدافع على الشيطان بالمستقبل. طبقت هذه النظريات منذ الخمسينات، والعواقب نلتمسها اليوم في المجتمعات بالعين المجردة كالشواذ والإجرام الجنسي المتطرف وظهور ما يسمى بالسيريال كيلرز والانحلال الخلقي البشري إلى آخره إلى آخره. المشكلة ليست بالأبناء بل بسلالة، المشكلة ليست بالأبناء بل في الأجيال. نحن أمام سفينة نوح عليه السلام، فمنكم من يريد الالتحاق بالسفينة والنجاة بنفسه وأولاده، ومنكم من يستهزئ ويغلق عينيه وأذنيه، ولكن الطوفان جاي لا محال. تحية خاصة للمرأة التي قالت أننا مع قوم لوط. نعم نحن مع قوم لوط بل أكثر من ذلك، وضيوف سيدنا لوط عليه السلام هم أطفالنا، هم يريدون أطفالنا، وأنت ستدفع الثمن عنادك لا محال. لا تضحكوا على أنفسكم بالزعم أن بلادكم سيئة. نعم سيئة في بعض الجوانب، ولكن لا يمكن مقارنتها مع الغرب أبدا فيما يتعلق بالانحلال الأخلاقي والشواذ. ولو كانت سيئة فثمن مكوثك بالغرب سيكون أولادك. هل أنت مستعد لدفع هذا الثمن؟ معظم المشاكل الاجتماعية في البلدان المسلمة التي نواجهها لا تحتاج إلا إلى بعض العزيمة. كن أنت القدوة وابدأ بالتغيير. فإن استطعت العودة مثلا إلى بلاد مسلمة، اعمل على التوعية وكن أنت القدوة، القدوة الحسنة ولو لأولادك. أعتذر إن كان كلامي حاد، ولكن هذه هي الحقيقة. نحن في دار الاختبار، والجنة منالها صعب، لا بد من تضحية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. أحس أن ذلك الزمان الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه نحن نعيشه. ولمن قد يتساءل سبب مكوثي بعد بالغرب، فكل ما في الأمر مسألة بضعة أشهر إن شاء الله، وألتحق مع عائلتي ببلد الجزائر الحبيبة. وفي النهاية قد يتساءل البعض لماذا أسجل وأنصح غيري. أنا أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا والله أحب لكم ما أحبه لنفسي بعد أن أدركت الحقيقة كاملة. فاتقوا الله في أطفالكم ولا تلقوهم في جهنم بأيديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.